بعد ان استمعنا خلال العروض السابقه الى الركب السجن المرسي والعراقي والعثماني، فليتفضل مشكورا واتمنى ان يحترم السقف الزماني. شكرا سيدي الرئيس، زملاء الاساتذه الكرام، ايها الحضور الكريم، يشرفني ان اشارك مع زملاء الاساتذه في هذا اللقاء العلمي المهم بمداخلة اخترت لها عنوان الركض الشنقيطي جسر للتواصل الروحي والثقافي خلال العصر الوسيط وبداية الحديث. في البداية يمكن أن أقول بأن مكة المكرمة شكلت منذ أن أصبحت دار إسلام ومهبط وحي ومنطلق رسالة إلهية، مركز إشعاع روحي وعلمي، إذ كانت ولا تزال نقطة التقاء وتجمع المسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية، فهي قبلتهم في صلاتهم وفيها شعائر حجهم، لذلك قصدها العلماء وطلاب العلم ورجال السياسة من كل فج عميق لأداء ركن من أركان دينه الحنيف والتزود بالتقوى والعمل الصالح والعلم والمعرفة، كما شكلت فرصة سانحة للتعارف والاطلاع على المؤلفات وأخذ الإجازات العلمية فيما بينهم. لذلك نجد أن بلاد المشرق العربي احتلت مكانة مهمة خاصة لدى ملوك وعلماء إفريقيا جنوب الصحراء لما تمثله من دلالات في الذاكرة الجماعية العربية الإسلامية بصفة عامة والمغاربية بصفة خاصة. ومن أهم نفوذ الإسلامية التي توافدت على الحرمين الشريفين مؤسسة ركب الحج المغربي أو الحاج المغربي التي أنشأها المغاربة لتيسير عملية الحج، حيث كان من عادتهم أن تتجمع مواكب الحجيج في موكب من واحد حتى تضمن لنفسها الحماية من قطاع الطرق الذين ينشطون بالمناطق التي تمر بها قوافل الحجيج والتجار. ولم تلبت هذه المؤسسة أن توسعت عبر الزمن لتشمل خمس ركاب أو مواكب، على حد قول المرحوم المنوني تمت الإشارة إليها في الجلسات السابقة، وهي الركب السجي الماسي والركب الفاسي والركب المراكشي والبحري والركب الشنقيطي الذي يقول عنه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: ركائب الشوق للحجاز أجراها، أناشد الركب بسم الله مجراها، والركب قد يممت نجدا ركائبه، تنهل صغرى دموعه وقبراها، قباب طيبة دار المصطفى العربي، خير البرية أولاها وأخراها. فما هي إذن مساهمة الركب الشنقيطي في التواصل الروحي والثقافي الذي تم بين بلاد السودان والمشرق والمغرب الإسلاميين خلال العصر الوسيط وبداية الحديث، وما هي مظاهر هذا التواصل؟ إذن كجواب على السؤال يمكن القول بأن السفر إلى الحج شكل جسراً للتواصل الروحي والثقافي بين أقطار البلاد الإسلامية، وعاملاً مساعداً على تعزيز هذه الصلات، إذ كانت قوافل الحج بالنظر إلى الطاقم الذي احتضنته والمتكون من علماء وأئمة ومفتين وقضاة وتجار بمثابة جامعة متنقلة. وهذا يذكرنا بتشبيه الذي أورده روني كايي بخصوص القافلة الصحراوية، حيث قال أو شبهها بأنها مدينة متحركة. فبمجرد دخول الإسلام إلى شمال إفريقيا في أواسط القرن السابع الميلادي، بدأت أخبار بلاد سودان تصل بشكل مباشر عن طريق التجار ثم الحجاج إلى شمال إفريقيا والشرق الإسلامي، وقد تمت هذه العلاقات عبر قناة الركب الشنقيطي الذي كان يتم في إطار رسمي من طرف ملوك بلاد السودان، وضم في نفس الوقت فقهاء وعلماء من تلك البلاد، مما جعل هذا الركب
يشكل جسرا للتواصل الروحي والتبادل العلمي والثقافي بين افريقيا جنوب الصحراء والمشرق والمغرب الاسلاميين. إذن يمكن ان نتساءل مره اخرى، ما هو الدور الذي طلع به هذا الرجل؟ ما هي السمات التي طبعته والبصمات التي تركها من الناحيه الروحيه والعلميه في كل من المشرق والمغرب الاسلاميين؟ منذ نهاية القرن الثالث عشر الميلادي وعلى إثر الظهور والانتشار الكبير الذي عرفته مملكة مالي، بدأ ملوكها يعتبرون دولتهم جزءاً من دار الإسلام، فأخذوا بذلك يشدون الرحال إلى الشرق الإسلامي ويزورون القاهرة ويحجون إلى الديار المقدسة، فربطتهم بذلك علاقات ودية مع ملوك المغرب ومصر. ولم تلبث دولة مالي مع نهاية القرن الرابع عشر أن أصبحت لها شهرة واسعة النطاق بفضل ما تمتعت به من جاه وطروة. فما هو إذن الدور الذي طلعت به هذه المملكة في هذا السياق؟ إذن في هذا الإطار يمكن نقول أن ملوك مالي سعوا إلى الاتصال بالقوى الإسلامية المعاصرة تحقيقا لروح الأخوة الإسلامية وترسيخ العلاقات الثقافية، حيث اتجهوا إلى مكة وفي نفس الوقت قاموا بزيارة بعض البلدان الإسلامية كمصر والمغرب وبلدان أخرى وهم في طريقهم إلى الديار المقدسة أو أثناء عودتهم منها، ولا سيما خلال انتظارهم لانطلاق ركب الحج، مما شكل فرصة مواتية لتبادل المعرفة والتثقيف مع أساتذة ومشايخ هذه البلدان. وقد بدأت هذه الظاهرة بشكل جلي في عهد منصة موسى، وهو من أشهر سلاطين مالي، الذي قام بزيارة إلى الديار المقدسة في سنة 1324 سالكا طريق الشمال من عاصمة مالي على نهر النيجر عبر ولاتا في اتجاه تواد إلى الشمال، متخذا الطريق الساحلي إلى مصر ومنها إلى الحجاز، وهي الطريق التي أشار إليها ابن بطوطة عندما عبر عن نيته في العودة كرد فعل تجاه عدم إكراه أو إكرام عفوا نائب السلطان لضيافته، حيث قال: فأيقنت حينئذ أن لا خير يرتجى منهم، وأردت أن أسافر مع حجاج إولاة عائدا إلى المغرب. ويذكر صاحب تاريخ الفتاش السياق الذي تمت فيه هذه الرحلة، وهو أن منصة موسى قتل أمه نانا كانكا خطأ وأسف لذلك وندم وخاف عقوبة ذلك، وتصدق بمال جسيم وعزم على صوم الظهر، وسأل بعض علماء زمانه عما يفعل في الاستغفار هذا الدم العظيم، فقال له: أرى أن تفزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهرب إليه وتدخل في حرمته وتستشفع به، وسيشفعه الله فيك أو سيشفع الله فيك سيشفع الله فيك. وخرج بقوة عظيمة ومال جسيم في جيش عرمرم، إلى 8000 رجل تقريبا، انتهى كلام صاحب تاريخ الفتاش. وقد خلفت هذه الرحلة صدى كبيرا في العالم بأسره، لما تميزت به من أبهة ولاستلامه خلافة الخلافة العباسي أمين العباسيين بمصر، ولما قيل كذلك عن طروة هذا الملك الإفريقي، إذ يشير عبد الرحمن السعدي أنه اصطحب معه 8000 رجل و500 عبد، يمسك كل واحد منهم بقضيب من الذهب به 500 مثقال ذهب، أما زوجته أناري كونت فكانت مرفقة 500 وصيفة. وقد أنفق أموالا طائلة على المساكين والمعوزين بمكة والمدينة، قدرت من طرف صاحب تاريخ السودان 20000 مثقال. وذكر العمري أن كثرة نفقاته من الذهب تسببت في ظهور تضخم المال، حيث انخفضت قيمة الذهب في الأماكن التي زارها وخاصة القاهرة بمقدار 6%. وكان ركب الحج الشنقيطي أيضا عاملا مساعدا على ربط الصلات الثقافية بين بلاد السودان وبقية بلاد الإسلامية بالمغرب والمشرق الإسلاميين. فرحلة منصة موسى التاريخية
لم تقتصر فقط على المناسك، بل كانت كذلك رحلة تبادل ثقافي واسع النطاق، حيث أولى منصة موسى خلالها عناية بالعلماء، فاتصل بنخبة منهم بالقاهرة التي عرج عليها وتباحث معهم حول قضايا مختلفة تهم العالم الإسلامي. كما انتهز هذا العاهل فرصة وجوده في مصر لشراء جملة من الكتب الدينية، ولا سيما منها كتب الفقه المالكي، ليمكن أهله من النهل من منابع الثقافة المصرية، مما ساعد على انتشار مؤلفات السيوطي وغيره من علماء مصر في بلاد السودان. وترتب عن هذا التفاعل الثقافي رحيل علماء مصر إلى تنبوكتو، واستقبال مصر علماء تنبوكتو الذين تعاطوا للتجارة أو العلم والتصوف. ولما عاد منصة موسى من الحج سنة 1325، أنشأ في عاصمته مدرسة كبيرة لتعليم العربية والقرآن، ويذكر ابن بطوطة في هذا السياق أن التعليم فيها كان إجبارياً، إذ كان الطالب يقيد بالحديث حتى يحفظ القرآن. وروى العمري والقلقشندي أن منصة موسى كان يتقن العربية قراءة وكتابا وحديثا. كما حصل اتصال بين ملوك السودان وملوك المغرب، حيث وجه منصة موسى رسالة للسلطان المريني أبي سعيد عثمان بن يعقوب، يخبره بأن قافلة ستمر من الطريق الإمبراطوري المحادي لساحل البحر الأبيض المتوسط. وفي مصر قابل السلطان المريني هلال ملك مالي، وترسخت بينهما المودة وحرص كل من وحرص عفوا كل من الملك الزنجي والسلطان المريني على تأمين طرق القوافل التجارية وحماية هذه الأخيرة من قطاع الطرق، مما أدى إلى توطيد العلاقات بين الطرفين المالي والمريني. وانتهز منصة موسى فرصة استيلاء أبي الحسن المريني على تلمسان ليبعث له بالتهنئة، كما بعث بسفراء دائمين إلى مدينة فاس، ولم تنفصم عرى الصلات الثقافية بين الجانبين بحكم اتباع مذهب مالك، حيث كان فقهاء هذا المذهب دائم الاتصال بفقهاء السودان يتبادلون الفتاوى والتواليف والرحلات. إذ يذكر صاحب تاريخ السودان أن عبد الرحمن التميمي جاء من أرض الحجاز صحبة منصة موسى أثناء عودته من الحج، فسكنت تنبوكتو التي وجد حافلة بالفقهاء السودانيين. ولما فطن إلى تفوقهم عليه في الفقه المالكي وحتى يتمكن من مضاهاتهم، رحل إلى فاس وتفقه هناك، ثم رجع مرة أخرى إلى تنبوكتو ليستقر بها ويتولى مهمة التدريس طلبة بمسجد سانكوري أو الجامع. ومن بين العلماء والمثقفين المغاربة الذين توفدوا على غرب إفريقيا وهم في طريقهم إلى الحج، الفقيه سقين الشيخ المنجور الذي كان عالما بالحديث ورحل إلى بلاد السودان مرتين، الأولى وهو في طريقه إلى الحج، والثانية أقام فيها وأنجب الأولاد. ويمكن القول كذلك أن علاقات بلاد السودان امتدت إلى بلاد أندلس، إذ استعان منصة موسى في إطار اهتمامه الخاص بالفن المعماري الإسلامي لأحد أهل الأندلس، وهو الشاعر أبو إسحاق الساحلي الأندلسي المعروف بالطويجن، الذي قبل أن يصحبه إلى مملكته، حيث أشرف على تشييد مباني عمومية عديدة كالقصور والمساجد في كل من نيامي عاصمة مالي يومذاك، وفي مدن أخرى هامة من تلك البلاد. وفي هذا الإطار تشير على الدراسات إلى أن هذا المهندس بنى قصرا للملك في العاصمة نيامي، مكون من طابقين من الحجر المكسوب الحصى مزين بزخارف عربية، ثم بنى له قصرا آخر ومسجدا في تنبوكتو. وتميزت هذه البنايات بكونها كانت على النمط المغربي الجنوبي مع تأثيرات سودانية، مما يدل على شيوع الطراز المعماري المغربي الأندلسي بتلك البلاد، بل إن القلقشندي نوه بكون الخط الذي كان سائدا في مالي وغيرها من الممالك هو الخط الفاسي. ولم تلبث هذه الصلات أن تجددت في عهد كل من السلطان أبي الحسن المريني ومنصة سليمان، حيث تم تبادل السفارات وحسن الجوار بين الطرفين وكذا الهدايا. إذن ننتقل إلى الدور الذي طلعت به مملكة أخرى، هي مملكة السنغال.
سعى ملوك هذه المملكة على غرار نظرائهم الماليين من قبل إلى الاتصال بالقوى الإسلامية المعاصرة لتحقيق روح الأخوة الإسلامية، ومن بينهم الأسكية محمد توري الذي أصبح يعرف بعد أدائه لفريضة الحج بالأسكية الحاج محمد، وهو من أعظم ملوك سونغاي. غادر بلاده قبل موسم الحج بعشرة أشهر وبالضبط سنة 1496 وفي موكب حافل لا يقل روعة وأبهة وفخامة عن موكب مرسى موسى، حيث ضم 1500 جندي منهم 1000 فارس و500 راجل و800 من العبيد على رأسهم فرج ميبونو وبعض أبناء الأسكية كالأسكية موسى وابن موسى كوار ومجموعة من الفقهاء من ضمنهم صاحب تاريخ الفتاش الذي يقول عن نفسه والمبتلي بالتأليف أنا محمود كعت. وحمل الأسكية معه خلال هذه الرحلة 300 ألف مثقال ذهبي من الخزائن التي ورثها عن سنعلي، وقد أغدق أكثر مما أغدق سلفه، إذ يذكر السعدي أنه خصص 100,000 مثقال من الذهب لأعمال البر والصدقات بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة. اشترى قطعة من الأرض وبناها دارا وحبسها على الكعبة الشريفة، وفي المدينة المنورة اشترى بساتين وبيوتا حبسها على فقراء المدينة والعلماء والمساكين وأهل التكرور. وإن كانت بعض الدراسات ترى أن الأسكية محمد الأول لم ينسى أنه تمكن من الوصول إلى الحكم بطريقة غير شرعية، لهذا ذهب لأداء مناسك الحج ليضفي المشروعية على اقتصاده للحكم. إلى الآن ما فيما يخص الطريق الذي سلكه الأسكية محمد الأول خلال هذه الرحلة فلم توضح المصادر المتوفرة، ورغم أن محمود كعت كان ضمن الطاقم المرافق له في رحلته، لأن هذا إشكال نمر عنه، لأن رغم الإشارة إلى أن إلى بعض المدن التي مر عبرها مثل القاهرة، إسكندرية، مصراتة، بنغازي، طرابلس، غدامس، فرجان، تونس، سوسة، فاس، مكناسة، تندوف، أروان وتيمبوكتو وكاو. وتلقى الأسكي الحاج محمد الأول بمكة المكرمة تقليدا من الخليفة العباسي الشريف مولاي العباس كخليفة بأرض التكرور، وأثناء وصوله إلى مصر التقى بالإمام السيوطي الذي أخبره بأنه سيكون أحد فقهاء. ولما عاد إلى بلده حرص على محاربة الوثنيين في الجنوب لحملهم على اعتناق الإسلام، متأثرا بما رآه من روح الإسلامية خالصة، كما عمل على تطبيق ما اكتسبه من تجارب وآراء، وحضر الحجاج باحترام وتقدير كبيرين من طرفه، إذ يقول صاحب تاريخ الفتاش في هذا الإطار أنه كان لا يقوم لأحد إلا للعالم والحجاج. وهنا طريفة إذن ألخصها بإيجاز أنه من بين ضمن الطاقم العائد من الديار المقدسة كان هناك عبد فاستقبلهم الأسكي الحاج محمد الأول وهم بتقبيل يد العبد، فإذا صاح رئيس الحرس إذا لينزع العبد يده من يد الأسكية لتفادي عملية التقبيل، ولكن الأسكية مع ذلك إذا قام بتقبيل يد العبد وأمر بمنحه هدية قدرت بألف مثقال، وأمر بعزل هذا رئيس الحرس وإزالة عمامته وإذا ضربه إلى آخره. هذا بإيجاز الإطار. إذا أختم احتراما للوقت أن هناك مملكة أخرى لعبت دورا مماثلا للدولة التي لعبته مملكة مالي وسونغاي. شكرا. إذا أختم خاتمة. إذا كخاتمة يمكن القول بأن الركب الشنقيطي بالفعل لم ينحصر فقط في مقاصده المتمثلة في السفر إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج كما يبدو من خلال إطاره العام، بل كان وسيلة لربط الصلات الروحية
والثقافية بين بلاد السودان والمغرب والمشرق الإسلاميين، حيث شكل شريان الحياة العلمية وباعث الثقافة والفكر ورافد المعرفة والتصوف والقيم الإنسانية. ذلك أنه إلى جانب اهتمام ملوك وعلماء بلاد السودان بالحج والعمرة، فقد اهتموا أيضا بالعلم والثقافة من خلال اطلاعهم على المؤلفات وأخذ الإجازات العلمية والتواصل مع المفكرين وحرصهم على القيام بأعمال البر والإحسان، حتى إذا قفلوا راجعين إلى بلدانهم عادوا وهم محملين بالكتب وإجازات القرآن وأسانيد الحديث والعلم وسلاسل التصوف، مما جعل من مؤسسة الركب الشنغيطي تشكل بحق جامعة متنقلة وجسرا للتواصل الروحي والثقافي بين مختلف أقطار بلاد إسلامية. وشكرا على تتبعكم.